احتفل الجيش الإسرائيلي مؤخرا بذكرى مرور 68 عاما على تأسيسه في 1948 لتقوية الدولة الناشئة إسرائيل وتكريس مشروع دولة الاحتلال للوقوف ضد مناهضة وجودها. ورغم المزاعم الإسرائيلية أن مهمة قوات الكيان الصهيوني هي الدفاع عن الوجود الإسرائيلي وسلامة الأراضي والسيادة الإسرائيلية والدفاع عن المواطن الإسرائيلي ومحاربة جميع أشكال ما يسمى بالإرهاب الذي يزعزع الحياة الإسرائيلية، إلا أن الواقع مغاير تماما في ظل استخدام الجيش لقتل وسفك دماء الفلسطينيين. ويضم جيش الكيان عددا من الرتب كسائر الجيوش الأخرى، وتتربع رتبة جنرال قمة هرم الرتب والتي يشغلها رئيس أركان الجيش، ولا يعلو الجنرال إلا وزير الحرب ورئيس الوزراء، ويتلقى القائد الأعلى للجيش أوامره منهما. أولا، رتب جنود الجيش الإسرائيلي. أولا، جند توراي، رتبة توراي بدون علامة، ثم رتبة توراي ريشون بعلامة الشلطة، رتبة راف طوراي شلطتين، ثم رتبة سامال بثلاث شلطات، بعدها رتبة سامال ريشون بثلاث شلطات وزهرة في المنتصف. أما رتب صف ضباط الجيش الإسرائيلي فهم كالآتي: أول رتبة هي راف سامال بشلطة الفي، ثم راف سمال ريشون، تأتي بعدها راف سمال ميت كاديم، ثم راف سمال بخير. وأعلى رتبة في صف ضباط الجيش الإسرائيلي هي راف نجاد. رتب ضباط الجيش الإسرائيلي: سيفن ميتشني، سيفن سيرن، راف سيرن، سيفان ألوف، ألوف ميتشنيه، تات ألوف، ما يعادل رتبة عميد أو جنرال، ألوف رتبة جنرال ماجور أو جنرال محلي، راف ألوف بمعنى فريق. تبلغ ميزانية جيش الاحتلال نحو 70 مليار شيكل، أي 18 مليار دولار تقريبا، بنسبة 16% من الميزانية العامة في إسرائيل، فضلا عن دعم أمريكي بقيمة 10 مليارات دولار سنويا. وتملك قوات الاحتلال الإسرائيلية 681 طائرة، 4170 دبابة، و6 غواصات، ويبلغ تعداد الجنود نحو 176,500 جندي، من بينهم 42,000 جندي نظامي و445,000 جندي احتياطي. ترتفع نسبة تمثيل النساء ل33% من بين الملتحقين للخدمة في الجيش، وخدمتهم إلزامية مثل الرجال الذين بلغوا سن 18 عاما، وتبلغ مدة خدمة النساء 24 شهرا بينما يخدم الرجال 32 شهرا. ويخدم المجندون والمجندات 3 سنوات في جيش الاحتلال إذا ما تم فرزهم في أماكن قتالية، بينما تخدم النساء 2 سنين إن لم يفرزن في أماكن قتالية واقتصر عملهن على الأعمال المساندة. وتستمر الخدمة الإلزامية للرجال حتى بعد قضاء فترة 3 سنوات ولمدة شهر واحد من كل عام، حتى يبلغ الرجل 43 حتى 45 عاما من عمره.